انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ ايه يا عم مالك بنقي فراولة؟ وانت عمرك نجيتي فراولة قبل كده؟ اه ما تكدبيش ما تكدبيش، عيب عيب يا ماما. عيب ايه بس يا عم الحاج؟ ما اقولك ايه، الفراولة ما بتتنجاش. تصدق انك راجل ما عندكش دم ولا ذوق؟ مين قال ان الفراولة ما بتتنقاش؟ دي حاجتي وانا حر فيه، واللي اقوله هو اللي يمشي عليكي وعلى اي زبون. ليه بقى ان شاء الله؟ من يملك جوته يملك حرية قراره. يا سلام، ودي عرفتها من فين؟ من كليب الدكتور البردعي على اليوتيوب. طب خلي البوب بقى ينفعك في اللي هيجرالك. انت بتهدديني؟ هتعملي ايه يعني؟ احنا فلاحين ما بنتهددش. لا يا اخويا مش هعمل حاجة، خلي لك حاجتك وإله انت والفلاحين بتوعك، ما توعوا تتهنوا بكوسة ولا فراولة. يلا البسهم بقى. هو ده اللي قدرت عليه؟ بالسلامة بالسلامة يا جمر. ايه اللي عملته ده يا معلم؟ دي خطيبة سوبر هنيدي. ان شاء الله لما تكون خطيبة سوبر ماريو. من يملك جوته يملك حرية قراره. ادي اللي خدناه من الزفت النت الله يقطعه. الحقيقي بابا الحقيقي بابا الحقيقي. ازيكم يا اولاد؟ يلا خشوا ناموا عشان نصحى الفجر نجني الكوسه الجديده وننزل بيها السوق، عندنا شغل كتير ياما. إله انت والفلاحين بتوعك، ما توعوا تتهنوا بكوسه ولا فراولة. يلا البسهم بقى. ايه اللي بيحصل دي؟ يا ليلى سودة يا ولاد، يا ليلى سودة، يا ليلى سودة. الحاج الكوسه هتضيع البلد، الكوسه هتضيع البلد. هنموت كلنا كده، هنموت كلنا. الكوسه هتضيعنا يا جدعان، الكوسه هتضيعنا.